مرحبا، كيفكن؟ اليوم رجعت بتحدي كتير 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 حلو حعمله انا وخاله. والتحدي هو انه عنا هون كاسة وكل واحد حيطلب طلب، واذا فوتنا هيدا القلم بقلب الكاسة بيتنفس، اذا ما فوتنا ما بيتنفس. طبعا هيدا التحدي منتشر كتير على اليوتيوب والتيك توك وعلى الانستغرام. اوكي، فقبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. انا حبلش يلا. اوكي، خاله حتعطينا هيدا الشهر 1000 دولار. الحمد لله. زهرة بدك تجلي اواني المطبخ عن امك 5 ايام. اوكي، خالو حتعمل معي تحدي تقول نعم ليوم كامل. زهرة بدك تغسلي السجادة اخر الشهر عن ماما. لا ما بدك. اوكي، خالو حتاخذني هيدا الجمعة على المطعم. قريبة يا الله. زهرة بدك تدرسي اخواتك، وانا بعرف انك انت ما بتحب تدرسي اخواتك، لمدة شهر. اوف، خالو حتكون هدية عيد ميلادي كثير مفضلة. شو هي؟ انت لازم تعملها. بس غالية يعني؟ يا خلص ما ضروري نفسر. اوكي، 3 2. لا. زهرة بدك تدرسي الكيمياء يلي ما بتحبيه وتاخدي علامة كتير عالية. نحن ما فاتت صار عندي هلا انه في قصص فيها يعني؟ لا بس انه كنت بتاخدي علامة عالية. اوكي، خالو بفكر اعطيني افكار حلوة فيه ممكن يعذبني، ما رح تمثلي منيح معي مثلا، ما بعرف. اوكي، حتعطيني يوم جمعة اجازة ما مثل فيها. الحمد لله ما صبتك. زهرة بدك تمثلي معي جمعة بطولة. الحمد لله الحمد لله. خالو رح جمعة كاملة تعمل التحديات والفلوكات اللي أنا بقول لك عنها. لا لازم تفوت وحدة. زهرة بدك تلبسي لبس ملون لمدة شهر، وأنا بعرفك ما بتحبي الملون، بتحبي اللون الأسود. يا رب. ولا طلب حقق. ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. إذا حبيتوا التحدي اطلبوا من زهراء تعملوا مع حدا تاني، اكتبوا لها بالكومنتس أكيد معي أو مع مليكة أو مع حلا أو مع محمد. أنا برجع بقول لكم ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب، ووصلوا هذا الفيديو لأعلى نسبة من اللايكس.